مساء الخير، اهلا وسهلا بكل مشاهدينا الكرام. الحقيقه ان احنا بنجدد على حضراتكم يعني هذه التهنئه بقدوم العام الهجري الجديد، ولكن للهجره معاني، للهجره ايضا كمان اهداف، اهدافها كانت واضحه معروفه وقت هجره الرسول عليه الصلاه والسلام من مكه المكرمه الى المدينه المنوره، وكان الهدف هو اعلاء كلمه التوحيد وانه يكون هناك مناخ امن ينشر فيه الرسول الكريم هذه الرساله السماويه والربانيه، رساله التوحيد زي ما قلنا لحضراتكم. ولكن الهجره في ذلك الوقت كان لها هذه الاهداف، ونحن بعد مرور هذه السنين الطويلة 1441 عام على هذه الهجرة، هل أهداف الهجرة إلى الآن موجودة؟ هل إحنا كده خلاص حققنا كل ما نريد من الهجرة النبوية الشريفة؟ أم لازال للدين الإسلامي أهداف لم نصل إليها بعد؟ وهل نحن سفراء لهذا الدين الكريم والقويم؟ هل نحن بالفعل نحمل هذا اللواء لهذا الدين العظيم، نعطي الرسالة حقها، وجه مشرف لهذا الدين، أم لابد أن نتسم بأمور كثيرة جدا حتى نعلي كلمة التوحيد عالية وخفاقة؟ هنعرف ده من خلال ضيفنا الكريم اللي مشرفنا في استوديو الحصاد، فضيلة الشيخ علي منصور الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف. برحب بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيب. مرحبا يا فندم، وكل عام وأنت بخير، والشعب المصري والقناة المباركة وفريق العلم المبارك بكل خير إن شاء الله. ونسأل الله عز وجل أن نجعل هذا العام الهجري الجديد عام خير ويسر ورشاد إن شاء الله على مستوى الحبيب. يا رب بإذن الله إن شاء الله. عشمنا في وجه الله كريم أنه يكون عام بالفعل عام خير، عام خير ونماء بإذن الله. فضيلة الشيخ، تعريف الهجرة يكاد يكون إن احنا عارفينه، لكن لما نسمع هذا التعريف من حضرتك ومن علماء الأوقاف هيبقى هناك معاني كتير جدا غائبة عنا. تعريف الهجرة يا فندم. نبدأ أولا بالحمد لله، بالحمد لله رب العالمين، ونسني ونصلي ونسلم على خير مبعوث أرسله ربه رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وارض اللهم عن السادة الأخيار أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأن آل البيت الكرام الأطهار سيدي إبراهيم الدسوقي وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين والسيدة نفيسة وكل الأقطاب رضي الله عنهم أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى مع النبي المختار صلى الله عليه وسلم. في البداية الكريمة نهنئ شعبنا، شعب مصر الكريم، ونهنئ رئيسنا المبجل الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله عونا وسندا لهذا الوطن المبارك، كما نسأل الله عز وجل أن ينعم على مصر بنعمتي الأمن والأمان، وأن يجعل هذا العام الهجري الجديد عام يسر وخير ورشد. اختلفت التعريفات عن الهجرة، ولكن التعريف الشرعي للهجرة هي الانتقال من مكان إلى مكان، إما لطلب الرزق، وإما فرارا بدين الله عز وجل، وإما للدعوة إلى الله عز وجل. نعم. ده المعنى الشرعي الموجود الآن والذي يلائم هذا العصر. أولا، بعض الناس معه حديث، هذا الحديث على الرأس والعين، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد وعمل. عندنا عقول عقيمة، هذه العقول لا تعمل الفكر أو لا تمعن النظر في أنها تفكر شوية. نعم. بيقول لي يا عم الشيخ الهجرة انقطعت، أقول له يا سيد الفاضل الهجرة لم تنقطع، والدليل على ذلك قول الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، فكان الجواب من الله عز وجل ألم تكن أرض الله واسعة تعملوا فيها إيه فتهاجروا فيها. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا إيه فيها. يبقى النص القائم. طب الحديث بقى بتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، أي أن الهجرة، لأن الهجرة نوعين، هجرة زمنية وهجرة مكانية. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة، ولا بد أن ننقل إلى المشاهد الكريم أن الهجرة الكبرى، لأن عندي في هجرة صغرى وهجرة كبرى. نعم. الهجرة الكبرى اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هاجر فيها من مكة إلى المدينة،
يسبقها هجرتين. الهجرة الأولى إلى الحبشة، حيث لما ضاق الخناق بالنبي صلى الله عليه وسلم بأرض مكة، وبدأ المشركون يحاصرون الصحابة، ومن المواقف الخالدة أن سيدنا أبو ذر رحمه الله عز وجل وسيدي أبو بكر وكل الصحابة مروا على سيدنا بلال، سيدنا بلال أخذه أمية لعنه الله عز وجل ووضعه على الصحراء في رمضائها في حرها على الرمال عاريا، ووضعوا على صدره الشريف مئات الأطنان من الحجارة، وقالوا له اصبأ بمحمد، فقال والله لن أقول إلا أحد أحد. دي الأمثلة. فلما ضاق الخناق بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها المسلمون هاجروا إلى الحبشة. الحبشة دي كان فيها ملك عادل اللي هو النجاشي، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هاجروا إلى الحبشة فإنها أرض بها عدل وفيها ملك لا يظلم عنده أحد. دي الهجرة الأولى. ثم أعقبتها الهجرة الثانية إلى الحبشة أيضا، ثم أعقبتها الهجرة الكبرى بعد الإذن بالجهاد والقتال في سبيل الله، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. خلاص يبقى الهجرة لم تنقطع، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم لتتفق السنة مع القرآن. القرآن قال لي إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم إلى آخر الآية، جاءت السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع الإيه؟ التوبة. لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. إذن والتوبة كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم باب التوبة مفتوح إلى أن يغرغر الإنسان، باب التوبة مفتوح إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. يبقى الهجرة موجودة من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، بل المشاهد الكريم لابد أن يعلم بأن الهجرة لم تكن هي الأمر الذي خص به الله النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانت الهجرة ملاذ الأنبياء. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم، ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر، آخر الآيات هجرة. سيدنا إبراهيم لما هاجر من أرض مدينة ثم أخذ السيدة هاجر وحملها إلى مكة. كل الأنبياء هاجروا. يبقى الهجرة موجودة من أيام مين؟ من أيام سيدنا آدم إلى خاتم الأنبياء والمرسلين ثم إلى قيام الساعة. فالهجرة لا تنقطع حتى تنقطع التوبة. فلا بد أن يعلم المشاهد الكريم أن الهجرة موجودة. هناك هجرة أخرى وهي لطلب الرزق، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله عز وجل ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على مين؟ على الله. يبقى الإنسان أنا في بلدي ضاقت بي السبل في بلدي والرزق شوية محدود، ينبغي علي أن أنتقل من مكان إلى مكان، جات لي فرصة عمل في البحر الأحمر، جات لي فرصة عمل في جنوب سيناء في مطروح، أقعد في بلدي بقى. هناك بعض الناس يقول لك لا تخرج. يا أخي الكريم، لقد علمنا ديننا الشريف قيمة العمل وقيمة وثمار العمل وقيمة الانتقال من مكان إلى مكان لطلب الرزق. يبقى من يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على مين؟ نعم. على الله. يبقى الهجرة لم تقطع. يبقى الهجرة موجودة لطلب الرزق. وبنرى النهاردة أسر، الحمد لله الدولة النهاردة بدأت تتوسع. الرئيس السيسي المدينة الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة. الرئيس السيسي النهاردة بيبني العالمين الجديدة. كلنا نتابع هذه المشروعات العملاقة. الرئيس السادات من قبله عمل مدينة السادات. هذه المدن الجديدة ليه؟ لأن احنا للأسف في الدلتا عندنا في محافظة كل الناس عسكرت في الدلتا، وبدأت الهجرة من القرى إلى المدن، فاكتظت الإسكندرية واكتظت القاهرة بالسكان. فآن الأوان أن نخفف العبء. طبعا كل ما تجي أسرة من قرية من الريف أو من الحضر إلى هذا المكان بتستنزف هذه الطاقات اللي هي المية والكهرباء والطرق، لأن أنا عامل طريق لـ20,000 مواطن. نعم. بدأ يمشي على الطريق 2 مليون، فكيف يتحمل هذا الطريق؟
انا عامل نفق كهرباء او 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 مرفق مياه يتحمل مليون، فعندي بيشرب من هذه المياه 20 مليون، فهذا عيب على الدولة. فالدولة الحمد لله هبت انها تنقل الاسر الى خارج الحيز العمراني، فبدأت الهجرة في المدن الجديدة لاستصلاح الاراضي، وعندنا بدر الجديدة والحمد لله يعني ووادي النطرون، هذه الاماكن كلها كانت لا تزرع، النهاردة بيعود نفعها على المواطن، بيحس المواطن النهاردة انت وانت نازل السوق عندك الفاكهه موجوده في كل مكان. صحيح. فالهجره موجوده. نعم. لم تمنع، يبقى الهجره موجوده، ومعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الهجره. صحيح. لا تنقطع حتى تنقطع التوبه. نعم فضيله الشيخ، معنى كده ان الهجره هو منهج الخير. نعم يعني بمعنى يعني زي حضرتك ما اشرت كده ان هناك هجره لطلب الرزق. نعم. وهنلاقي ان معظم الناس اللي هي بنت عمارات وعمروا مناطق لم تكن معمره من قبل هم كانوا ناس هاجروا مثلا لدول عربيه للاستزاده من الرزق، ورجعوا بالفعل. نعم. برؤوس اموال أراضي. عملوا مشاريع في الصحراء. آه. وعمروها. وعملوا. واصبح النهارده عندهم مشاريع عملاقه مصانع. نعم. يعني احنا. نعم. عندنا مشاريع عملاقه النهارده، نبص لاصحابها حلاقيه كانت الحالة المادية تحت ضعيفة، وهذه رؤية يمكن تكون غير مسبوقة لمنهج الهجرة. نعم. ولابد أن نرسخ هذا المنهج بشكله السليم، لأن لدينا إحنا عندنا ملف دائما نتحدث في السياسة وفي الأمور الاقتصادية فضيلة الشيخ عن الهجرة مثلا. نعم. السلبية أو. نعم. الهجرة المرفوضة. نعم. وهي الهجرة الغير شرعية مثلا. نعم. أن نلاقي أبنائنا يركبوا مثلا يعني قوارب غير آمنة عليهم ويهاجروا لأماكن ممنوعة أن يحصل فيها هذا التبادل في الهجرة. الطامة الكبرى ان ياخذ علي فتوى من احد الناس يقول. نعم. لي والله العظيم هذه هجره شرعيه. اقول له يا اخي الكريم، هذه ليست شرعيه يا فندم. نعم. هجره شرعيه ليه؟ امال الدوله معموله ليه؟ نعم. لو انه لم يكن هناك دوله هيبقى غابه. نعم. الرسول عليه الصلاه والسلام حينما هاجر من مكه الى المدينه يا فندم رتب، كانت هذه بترتيبات يا فندم الهيه. نعم. سيدنا. صحيح. النبي. نعم. صلى الله عليه وسلم قبل ان يهاجر قال لقد اريت في منامي انني انتقلت من بلدي هذه مكه الى بلد بها نخيل. نعم. سيدنا النبي يا جماعه، سيدنا النبي لم يهاجر كده عنوه، ولكنه خطط، سبق للهجرة إعداد. نعم. وسبق للهجرة اختيار كفاءات. صحيح. هؤلاء الذين يأتون إلينا من جنوب السودان ويأتون إلينا هاربين تحت الأنفاق عن طريق حماس وغير حماس ويدعمهم الإخوان المسلمين. نعم. الذين يأتون إلينا ثم يذهبون إلى الحدود الليبية ويأخذون أبناءنا عنوة معهم للهجرة، هذه هجرة غير شرعية. نعم. هذه هجرة غير شرعية. ليه؟ لأنني حينما أهاجر عن طريق البحر فإنني أخالف قواعد الدولة. نعم. أنت عاوز تسافر؟ في تأشيرات، في قنصليات موجودة، في سفارات موجودة، حتى يعني أأمن على نفسي، على نفسي. حتى أبقى يعني مطمن أن الدولة أنا رايح لها مرحبة بي. الأب النهاردة بياخد الفلوس من يبيع قطعة أرض وياخد ابنه يوديه، ثم بعد ساعات يأتي إليه ابنه في صندوق. سبحان الله. يبدأ يلطم ويبدأ ماذا تفعل الدولة لهؤلاء؟ يا جماعة احنا عندنا نظرة قاصرة. الشباب النهاردة عندهم ثقافة ان هو هيتعين في القوى العاملة. يا جماعة بنقول لكم ما عادش في تعيينات حكومة، لان الجهاز الدولي للإدارة 7 مليون موظف. نعم. 7 مليون موظف لو قسمناهم هنلاقي ان كل مواطن، كل 20-30 مواطن يقدمهم موظف. نعم. فبدأ تقليص الجهاز الإداري في الدولة. فطب الدولة الحمد لله موفرة فرص عمل في مصانع كلها بتنشأ في المدن الجديدة. يا أخي الكريم اطلع بقى، نطلع من بوتقة الفهم غير الصحيح للفهم الشرعي. نعم. سيدنا النبي لما هاجر ليه؟ لأن ضاقت به السبل في مكة. نعم. ضرب، طرد، حوصر النبي صلى الله عليه وسلم. فلابد أن يخرج إلى أرض جديدة. ضاقت به العقول والقلوب من أهل مكة. لأن فذهب يبحث عن عقول جديدة وقلوب مرحبة، وكان الترحيب استقبلوه أهل المدينة بالتهليل والبشر والترحيب. ده في حاجة. نعم. يا فندم. اللي بيميز الهجرة يا فندم. نعم. إن هناك فرق بين الحياة المكية والحياة المدنية. الحياة المكية حياة كلها قسوة، ناس غلاظ القلوب، النبي قاعد معهم يدعو إلى الله عز وجل فلم يؤمن به أحد إلا الضعفاء. نعم. فأراد الله عز وجل أن ينشر الإسلام في أرض الجيدة، بدأ الترحيب عن طريق إبا عن طريق
العقبة الصغرى الكبرى، نعم، اللي هم الأنصار لما جوا بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بايعة العقبة الأولى، نعم، والعقبة الثانية، نعم، كانوا في الأول 12 راجل ثم بعد ذلك 70 بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على إيه بقى؟ على النصرة وعلى أن يفتحوا أرضهم لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. سبق للهجرة إعداد، يبقى النبي لم يخرج من مكة إلى المدينة عنوة، نعم، ولكنه خطط ودبر وأحسن التدبير. نعم. اختار مين يا فندم؟ اختار الكفاءات دي، بنقولها يا جماعة ما أحوجنا في مصرنا الحبيبة الآن إلا إذا اخترنا الكفاءات. نعم. ليه بقى؟ لأن عظم الأحداث لا يقاس إلا بعظم الرجال، دي قاعدة، عظم الأحداث لا يقاس إلا بعظم الرجال. نعم. سيدنا النبي اختار بقى مين؟ ما عنده الصحابة كتير، لم يختر إلا الأمين. من الأمين؟ الصاحب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا فيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فلينظر أحدكم إيه؟ من يخالل. سيدنا النبي كان صديقه مين؟ كان الصديق الوفي والأخ الكريم والأخ العظيم هو سيدنا أبو بكر الصديق. ما سمي أبو بكر صديقا؟ عبد الله بن أبي قحافة اسمه أبو بكر الصديق. نعم. ما سمي بالصديق إلا لأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي لما أذن له بالهجرة والإذن بالهجرة خده منين النبي؟ الإذن بالهجرة كان من الله عز وجل. نعم. كان من المولى عز وجل، حيث أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة من مكة إلى المدينة. نعم. وقبل أن يهاجر النبي عمل إيه؟ عرض الأمر على سيدنا أبو بكر، قال له والله يا أبا بكر لقد أذن الله لي بالهجرة من مكة إلى المدينة. فماذا قال أبو بكر؟ الصحبة يا رسول الله. نعم. اختار إيه بقى؟ اختار الصاحب. وسيدنا النبي لابد أن يعلم المشاهد الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم تعبد. الهجرة دي فيها أمر تعبدي. إيه هو يا فندم؟ إن سيدنا النبي لما هاجر ما حدش اداله فلوس هاجر بيها. الراحلتين اللي اشتراهم النبي صلى الله عليه وسلم، اللي اشتراهم للهجرة، اللي هم جمالين يعني، الراحلتين اللي اشتراهم النبي صلى الله عليه وسلم اشتراهم من ماله الخاص، رغم أن أبو بكر عرض على النبي صلى الله عليه وسلم، عرض عليه أن يعطيه إيه يا فندم؟ أن يعطيه ثمن الراحلتين. نعم. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الهجرة دي يا فندم فيها أمر تعبدي، إن أنا لما أهاجر بدفع من مال خاص، الطعام والشراب دفع ثمنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يبقى محدش عمل حاجة في الهجرة إلا بأمر، الطعام، الراحلتين، الصحبة. قال ربنا عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول إيه بقى إيه؟ إذ يقول لصاحبه لا تحزن. نعم. سيدنا أبو بكر من المفارقات وهما في الغار، المشركين ماشيين. نعم. فوصلوا إلى غار حراء. نعم. طبعا سيدنا النبي احنا بنقول يا جماعة اختار الكفاءات، صحيح، اختار وزير التموين، اختار وزير الحربية المخابرات. نعم. التخطيط، التغطية، المخابرات. خمسة. مين بقى؟ عبد الله بن أبو بكر، دول رفاق الرحلة. نعم. عبد الله بن أبو بكر، عامر بن فهيرة، عبد الله بن أريقط، أسماء بنت مين؟ بنت أبي أبو بكر. ومين تاني؟ هو خمسة رفاق الرحلة. نعم. عامر بن فهيرة معاه الأغنام، لما رسول ما خرج من مكة إلى المدينة في آثار أقدام. فالأغنام لما تمشي في الصحراء بتضيع آثار الأقدام. نعم. أدي أول حاجة. نعم. وزير التموين بقى مين؟ المرأة مين؟ السيدة أسماء ذات النطاقين. نعم. التي لطمها الغليظ الفظ لعنه الله عز وجل أبو جهل على وجهها حينما ذهب إليها وقال أين أبوك؟ فلطمها، وهي التي شقت نطاقها الخمار بتاعها ووضعت فيه الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن أبو بكر يروح يقعد في دار الندوة، يسمع ماذا يقول المشركون، ويأتي بالأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي خطط، اختار رفقاء الرحلة. نعم. كل واحد له دور، وعشان كده نجحت الهجرة. نعم صحيح. نعم. يبقى لنجاح أي عمل أو لنجاح أي منظمة أو أي مؤسسة لابد أن يسبقها إيه؟ التخطيط. وقبل أن نقول أن هنا في مصر وزارة التخطيط، أو قبل أن نقول في العالم كله أن فيه تخطيط، خطط النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة فنجح. نعم. نجح النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
سيدنا النبي قبل ما يطلع بقى عمل ايه؟ حتى يعلم المشاهد الكريم ان انت 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 مع نبي. بسم الله ما شاء الله. سيدنا النبي ده مدرسه يا فندم. نعم صحيح. زكاه ربه فقال وانك لعلى خلق عظيم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يخرج عنده امانات. عنده امانات. الامانات دي لابد ان يردها النبي صلى الله عليه وسلم الى اهلها. مين اللي هيردها؟ هو لو كان ردها قبل ما يشرع في الهجرة لكانت فهم مع توقيت الهجرة. لو كان ردها لأن المشركون يتربصون بالنبي عيون وآذان. نعم. فلو كان ردها هيقولوا محمد هيخرج. في التوقيت اللي هم نووا أن يقتلوا فيه النبي كانت العناية الإلهية تتدخل. نعم. فكان الأمر من منين؟ كان الأمر الإلهي بالخروج. اجتمع المشركون وقالوا نأخذ من كل قبيلة شابا فتيا غنيا فيتفرق أمره بين القبائل. فنيم مين بقى؟ نيم غلام لسه سيدنا علي كان عنده 10 سنين. ولكنه كان يساوي النهاردة آلاف الرجال. صحيح. سيدنا علي يساوي آلاف الرجال. ليه؟ لأنه تحمل المسؤولية وتحمل الدور المنوط به وتحمل الأذى من المشركين وتحمل أن يقتل. نعم. كان ممكن من المشركين يقتلوه ولكنه تحمل الأمانة التي أوكلها إياه ابن عمه النبي صلى الله عليه وسلم. فاستحق أن يكون كرم الله وجهه. صحيح. واستحق أن يكون سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي نام وتغطى ببردة النبي صلى الله عليه وسلم. ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم أمام المشركين. نعم. وهم كل واحد بسم الله ما شاء الله عينه فرجلة. ثم يأخذ التراب ويقول وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمكاره كلها أمان. وإذا العناية لأن أنت في عناية مين؟ في عناية المولى. نعم. في عناية الله عز وجل. يا فندم المشركون هنا والرسول هنا. ما بين المشركين وما بين الغار ما فيش متر. ما الذي جاء بالحمامة؟ النهاردة بسمع بقى واحد يقول لي يا الشيخ حمامتي ايه وبتاع ايه وعنكبوت ايه. يا أخي الكريم لقد قال العلماء بأن الحمام الموجود الآن في السعودية هو نتاج الحمامتين اللتين باضتا على باب غار رسول الله. لو أننا نظرنا الآن إلى الحمام الموجود في السعودية كله لون واحد ومما جعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من الأمور التعبدية في الحج أنه لا يجوز للمحرم أن يقتل الحمام أو يصطاده وإلا وقع في جرم ووجب عليه هدي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم المشركون هنا وهنا لو نظر أحدهم كده هيشوفه. لكن فأغشيناهم فهم لا يبصرون. دي من البداية إن أنت مع مين؟ أنت مع الله عز وجل. ومن كان في معية الله عز وجل كان الله معه. نعم. هنشوف نماذج أخرى ضحت بمالها وشبابها من أجل الدعوة. أول امرأة هاجرت في الإسلام هي السيدة مسلمة. وهذا فخر لكل مرأة موجودة الآن من أمة المصطفى أن تكون أول مهاجرة في الإسلام هي السيدة أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين. السيدات المسلمات الحقيقة لنا الفخر في ديننا الكريم. أول من آمن بالرسول السيدة خديجة وهي سيدة. نعم. وامرأة. سيدنا وأول مهاجرة هي السيدة أم سلمة. وأول وزير السوق. نعم. من تولت وزارة السوق في عهد سيدنا عمر هي الشفاء بنت عبد الرحمن. السيدة خديجة السيدة عائشة هي الحميراء. نعم. التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها خذوا عنها نصف دينكم. نعم. فلا ينكر دور المرأة. السيدة أسماء بنت أبو بكر لا ينكر دورها طبعا. وأول من ضرب المثل الأروع في البطولة سيدنا صهيب الرومي. سيدنا صهيب الرومي لما عرف النبي طلع خرج وراه. فالمشركين عاملين بقى كماشة حوالين مكة اللي يطلع يمسكوه تعالى تعرف فين. قالوا يا صهيب لقد أتيتنا صعروكا لا مال لك. صحيح. وتاجرت بأموالنا فأصبحت من الأغنياء. هنعقد معاك صفقة. يا إما تدينا الفلوس إما نقتلك. قال لهم بصوا بقى أنا هديكم مالي كله وأسيب لكم داري وأرضي وغنمي في مقابل أن تتركوني لله ورسوله. وبش راح فين؟ راح للنبي صلى الله عليه وسلم.
فالنبي لما عرف قال له ربح البيع يا سهيب. ليه بقى؟ لأنه باع الدنيا واشترى إيه؟ واشترى الآخرة. الآخرة. نعم. باع الدنيا واشترى الآخرة. وهذا ما نقوله للأمة الآن في فضيلة الهجرة، إن أنت تأخذ بالأسباب وتعلم إن المال وسيلة للحياة فقط. ولكن سيدنا صهيب الرومي، هو طبعا ما كانش اسمه صهيب الرومي، كان من أعزاء قومه. نعم. في الروم. في الروم. وهجر أبوه وعصاه. أيوة. ثم أتى النبي وأتى بحثا عن رسالة التوحيد. نعم صحيح. نعم. نعم. يعني دي مقارنة ظريفة جدا، أنه المشركين يأخذوه ويعرض عليه إما أن يعود كافرا. نعم. وإما أن يعود مسلما فقيرا. نعم صحيح. فعاد إلى ربه فقيرا مسكينا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما علم بذلك قال يا صهيب ربح البيع. نعم صحيح صحيح. الهجرة الحقيقة هو منهج من مناهج الحياة، يعني هنا نرى دروسا وعبرا، وهنا نرى أيضا كمان دروسا مختلفة. هذا حضرتك تحدثت عن الهجرة، هجرة النفوس المظلمة، الهجرة بحثا وراء الحق والدين القيم. الهجرة يا أستاذ نادية ليست هجرة. طب أنا النهاردة كمسلم أنا نعم. بلدي أنا محتاج أن أنا أهجر المعاصي. ينبغي الآن على المسلم أن يهجر المعاصي. نعم. ليه؟ لأن الله قال عز وجل والرجز ورجس فهجر. نعم. أنت مخاطب النهاردة مطالب أن تهجر المعاصي. نعم. فينبغي أن أنت أول درس تتعلمه من الهجرة أنك إذا كنت في بلدك آمنا في سربك معافا في بدنك عندك قوت يومك فاعلم بأن هذه نعمة. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس منها الأمن. صحيح. احنا النهاردة شايفين حوالينا سوريا والعراق ولبنان والصومال. نعم. واليمن. أنت الآن في بلد آمن. فينبغي عليك أن تشكر ربك عز وجل على هذه النعمة. نعم صحيح. يبقى أنت النهاردة تهجر المعاصي إلى الطاعة. قال ربنا عز وجل والرجز فهجر. نعم. هناك أيضا هجرة اسمها هجرة القلوب. هجرة القلوب. لأن الهجرة دي أنواع. سيدنا النبي يقول لنا فيها أفندم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله إيه؟ ورسوله. ورسوله. لأن هناك من هاجر خلف امرأة. وامرؤ القيس لما هاجر خلف فاطمة فقالوا مهاجر فاطمة. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ثم يعقب الحديث. نعم. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يبقى نحتاج النهاردة هجرة القلوب. نعم صحيح. نعم. محتاج أن أنا أهجر المعاصي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا درس جميل جدا في الهجرة، أنه بعد المحن تأتي المنح. هنقول تاني. نعم. يا جماعة بعد المحن تأتي المنح. نعم. أنت في ضائقة مالية أو أنت في مصيبة، اعلم بأن هذه المصيبة جاءت منين؟ بك أنت. ما أصابك من حسنة فمن الله. وما أصابك من سيئة فمن صحيح. نفسك. صحيح. نعم. أنت لو صبرت فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا. لكنه خلق الإنسان من عجل. صحيح. أنت مطالب أن تهجر المعاصي بقلبك. وأن تتوكل على الله عز وجل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا قيمة الأخذ بالأسباب. علمنا أنه بعد المحن تأتي المنح. إزاي؟ سيدنا النبي هو في مكة لما ضاقت به السبل خرج إلى الطائف يدعو أهلها إلى الدين الجديد، فما كان من أهلها السفهاء بتوعها إلا أنهم أغروا صبيانهم ونساءهم، فأخذ كل واحد منهم حجر وقذف به النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لهم شلة إداكم تقذفون من؟ سيد البشر؟ سيد المخلوقات؟ أفضل مخلوق على وجه الأرض حتى أدميت قدم رسول الله، يعني القدم بتاع النبي صلى الله عليه وسلم جاب دم كده. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم تحت ظل شجرة لبني النجار بستان. ماذا يفعل النبي؟ لم يطلب بقى النجدة ولا مش عارف إيه، ولكنه رفع يديه إلى السماء. ليه؟ لأنه علم أن باب السماء مفتوح. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قريب. أمن يجيب المضطر إذا دعاه. نعم. المهم إن إحنا يا فندم نحقق شيء وهو إيه؟ الأخذ بالأسباب. نعم. فلم يلجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلا إلى باب السماء.
فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إني أشكو إليك ضعفي، ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس. إلهي أنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني، أم إلى قريب ملخته أمري؟ إن كان بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عاقبتك خير لي. على طول كانت الإجابة من المولى عز وجل، فنزل المدد من الله عز وجل. وإذا بملك الجبال ينزل يقول: يا رسول الله، لقد أمرني ربي أن أخيرك بين أن أطبق عليهم الجبلين وإما أن يعرض الأمر عليك. فماذا قال المصطفى؟ قال: لا والله، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. نعم. اللهم اجعل من أصلابهم من يوحد الله عز وجل. حتى قيل في في في, في هذا المقام أن ملك الجبال مكى بكى وقال: صدق من سماك الرؤوف الرحيم. يعني سيدنا النبي كان يقدر بإشارة منه أن يأمر ملك الجبال فيقول له: نفذ الأمر الإلهي وأطبق عليهم الجبلين، ولكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى بعيد. وهذا درس نقوله للأمة: يا أخي الكريم، لا تنظر تحت قدميك، ولكن انظر إلى وطنك. فبالأمن والأمان، وبالأخذ بالأسباب، وبالتوكل على الله عز وجل، وبالتخطيط تنجح الأمم. سيدنا النبي كانت له نظرة مستقبلية، ثم قال: اللهم اهد قومي فإنهم يعلمون. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعيناه تظرفان الدموع ويقول: يا مكة، لأنت أحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. نعم نعم صحيح. صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. أيضا هذا درس في المواطنة وحب الوطن. نعم. رغم ما فيه من بلاء ومن شدة، والتوكل على الله. نعم. والصبر واليقين بالله. صحيح. عز وجل. صحيح. نعم. في أمر آخر. نعم فضل. بعض الناس يقول لك التوقيت الهجري، وأنا أقول له لابد، معلش أنا آسف في اللفظ، لابد أن نقول المسميات إلى مسماها. نعم. لا نقول توقيت ولكن تأكيد. هناك فرق في اللفظ. نعم. التأكيد الهجري متى بدأ؟ اختلف الصحابة فيما بينهم في زمان عمر بن الخطاب. نعم. فقالوا: نريد أن احنا يكون لنا، لأن في هذه الأوقات اختلفت اللغات العجمية بالمسلمة. نعم. فهناك التاريخ الميلادي. فقالوا: لابد أن نجعل للمسلمين تاريخ. فعرض الأمر على سيدنا عمر، كان سيدنا عمر كيس فطن. فجمع الصحابة وقال لهم: تعالوا. ليه بقى؟ لأنه تعلم من سيد النبي قيمة المشاورة، اتعلم من سيد النبي قيمة المشاركة المجتمعية. احنا النهاردة الرئيس بيعمل ايه يا فندم لما بيكون في أمر من الأمور؟ يعني هو اجتمع بالشباب الشهر الماضي في مشاركة مجتمعية. ده مبدأ إسلامي. سيدنا عمر جمع الصحابة وقال لهم: نعمل ايه؟ نؤقت ازاي؟ احد الناس قال: نؤقت الهجرة بميلاد رسول الله. والبعض الاخر قال: نؤقت الهجرة بموت رسول الله. فاجتمعت الاراء على ان يكون التأقيت الهجري، ان يبدأ العام الهجري بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ليه يا فندم؟ لان الهجرة دي عمل عظيم جدا، عمل رائع، عمل بطولي. هذا العمل نقل الإسلام نقلة حضارية تانية. نعم. هذه الهجرة جاءت في توقيت مناسب جدا. ليه بقى؟ لنشر الدين الجديد في الأرض الجديدة. نعم. سيدنا عمر قال: إن الهجرة فرقت بين الحق والباطل. أيوة. نعم. الهجرة فرقت بين الحق والباطل. نعم. يبقى سيدنا النبي أو الصحابة اتعلموا الدرس كويس من النبي. إيه هو؟ الاحترام، الشورى، الحب فيما بينهم، احترام القائد. عرض الأمر على سيدنا عمر فاستشار الصحابة، ثم كان بعد ذلك الأخذ بالأسباب. فاجتمعت الآراء على أن يكون العام الهجري الجديد والتأقيت الهجري للمسلمين بداية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. نعم. هنعود مرة أخرى للاستقبال بقى للعام الهجري الجديد. ديننا سمح، دين
يحمل في طياته بهجة وسعادة، ويستشعر كل قيم، يعني لديه هذا الشعور. ومن يقول بأن الاحتفال في حد ذاته هو ممقوت دينيا، على ما أعتقد فضيلة الشيخ ممكن نرد عليه نقول له إيه؟ يعني كان الرسول والصحابة يحتفلون بالمناسبات، ما حدش قال أبدا إن هم لم يحتفلوا، احتفلوا بمولد سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام، احتفلوا بالإسراء والمعراج، واحتفالات الرسول احتفالات أيضا كمان روحانية، يعني بصيام، بقيام، بدعاء، بالتهليل والاستبشار بقدوم الجديد، عام بيولي وبيقفل أبوابه، نعم. وعام جديد بيفتح أبوابه. فالاحتفال هنا لما نيجي نحتفل أسوة برسول الله وبصحابة رسول الله وآل البيت، كيف يكون الاحتفال؟ إن هناك من يستعد الآن لصيام أول أيام المحرم. حضرتك يا مصلي في المسجد، نعم. أنت الآن بتصلي في المسجد، لو تعلم أن هذا المسجد الذي تصلي فيه ما تعرض له الصحابة من الاضطهاد، وما تعرض له رسولك صلى الله عليه وسلم، يا أخي الكريم، أنت النهاردة بتصلي على بسط، بتصلي النهاردة في المكيفات، لو انقطعت الإضاءة الجامع جامد، فين المكيف والجو حار؟ يا أخي الكريم، لقد دخل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حصير قد أثر هذا الحصير في مؤخرة رأس النبي عند رقبة كده، فبكى سيدنا عمر، فالنبي قام قال له: عمر، لماذا تبكي؟ قال: يا رسول الله، تذكرت الرومان والقيصر وهما ينعمان بالحرير والديباج، وأنت رسول الله خير مخلوق على وجه الأرض تنام على حصير. فكانت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، أما نحن فقد ادخر الله لنا دعوتنا إلى الآخرة. أنت لما تصلي النهاردة تتذكر الناس النهاردة بتكلم عن الهجرة، ألا تعلم أن الهجرة دي كانت أمر محفوف بالمخاطر؟ لأن المشركين بمجرد ما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج، جعلوا جائزة مالية 100 ناقة لمن يمسك بمحمد وصاحبه، وخرج سراقة بن مالك خلف رسول الله يلهس 100 ناقة، خرج يلهس خلف رسول الله حتى رأى المصطفى. يقول سراقة: فكلما يعني تقدمت إلى رسول الله غاص الفرس بتاعي لابني فركبه، وكان يعني جاي فرس اسمه الطيار، يعني أعلى حاجة، يعني نعم. فكلما مشى هذا الفرس غاصت قدمه في الايه، في الرمل. فالنبي قال له: يا سراقه، طبعا النبي طمنه وقال له: يا سراقه، انت امن على نفسك وضلل عنا. يعني فعاد سراقه، سالوه لهم: والله لم اره. احنا النهارده لابد لنا ان نفرح برسول الله، نعم، لان الكون كله بيفرح بالنبي. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. نعم. النهارده الذي ينكر إن الأنصار خرجوا يهللون، نقول له: أنت واهي، لأن الأنصار علموا أن النبي مهاجر، فكل يوم يخرجون حتى العشاء، وخرجوا وقطعوا النخيل وخرجوا في ملحمة، النساء والرجال والصبيان يهللون هذا النشيد: طلع البدر علينا من سنيات الوداع إلى آخر النشيد. نعم. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. نعم. فاحتفل الأنصار برسول الله. نعم. ومن شدة الاحتفال كل واحد في الأنصار أخذ له من المهاجرين، وهذا إن دل فإنما يدل على الحب، نعم صحيح، الذي خطط له النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، نعم، يحبون من هاجر إليهم، نعم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤسرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. سيدنا سعد بن ربيع جاءت قرعته مع مين؟ مع سيدنا عبد الرحمن بن عوف، نعم. فقال له: يا عبد الرحمن، أنت أخوي في الإسلام، ولا كان فرق، كان من أثرياء المسلمين. أيوة. عبد الرحمن بن عوف. أيوة. رائحة الطيب كانت تسبقه. نعم. إمتى؟ نعم. قبل أن يهاجر. نعم. فلما هاجر ترك ماله، عاد إلى سعد. جاءت قرعته مع سعد. نعم. كل واحد خد له واحد.
فسعد قال له ايه؟ قال له انا عندي مال اشطره لك نصفين، يعني نصين كده، وعندي زوجتين، انظر احداهما اطلقها لك. يا سبحان الله. فقال يا اخي الكريم دلني على السوق، فدله على السوق فتاجر فربحت تجارته. دي امثله محتاجين النهارده ننقلها الى المشاهد الكريم. نعم. الذين ينكرون حبهم لرسول الله. نعم. يا اخي الكريم، الصحابه لما النبي وصل كله عاوز يمسك في الناقه، كله ماسك في الناقه، الاوس والخزرج عظماء المدينة وأغنيائها، كل منهم يتمنى أن ينزل عنده الرسول ضيفة حتى تحل عليه البركة هو وأولاده. نعم. نعم. فماذا قال المصطفى؟ ده حتى الناقة عارف طريقة الناقة. قال المصطفى دعوها فإنها مأمورة. صحيح. الناقة. صحيح. الناقة نفسها. صحيح. الجمل هو فإنها مأمورة. الحقيقة يستحب الصيام فضيلة الشيخ ولا لا؟ نعم. يستحب الصيام. احنا النهارده يا فندم دخلنا عاشوراء. نعم. صيام عاشوراء، سيدنا النبي لما ذهب إلى المدينة سأل ما هذا اليوم؟ قالوا يا رسول الله هذا يوم نجله ونعظمه. نعم. ده اليهود. اليهود. فيه رد الله فيه إلى يعقوب بصره. نعم. ونجى فيه موسى من الغرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى بموسى منكم. وقال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. فيستحب الصيام يوم عاشوراء في شهر المحرم اللي هو شهر هجرة النبي. وينبغي أن نتأسأ سيدنا النبي، تقول السيدة عائشة في الختام لقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة ورغيبة، هي صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع. يبقى عند شهر محرم لما صوم الاثنين والخميس ليس هناك ما يتعارض مع سنة النبي. أخوي ما فيش. صحيح. نعم. الحقيقة أن حينما يعني وطأت قدم الرسول الكريم أي أرض حلت بها البركة. نعم. وإلى الآن البركة عامرة في المدينة المنورة المتلألئة ببركة رسول الله. في حاجة جميلة جدا. نعم. أن سيدنا النبي لما نزل المدينة كانت الحر قوي. أيوة. فالنبي قال إيه؟ اللهم كما حببت إلينا مكة حبب إلينا المدينة وطيب لنا هواءها. وانت بتحج وتعتمدي بتروحي مكه. نعم. ثم دعا النبي لاهلها. بتروحي مكه هتلاقي مكه حر جدا. حر جدا. والمدينه لما الباص ينزلك في المدينه تبص بمجرد ما ينشرح الصدر. وينشرح القلب. ونحن في الحج والله كده. نعم. بمجرد ان وطئت قدمون المدينه تحسي ان الصدر انشرح وهواء طيب. واهل المدينه طيبين جداً مستبشرين جداً متبسمين. يا بختهم ان عاش فيهم المصطفى ودفن فيهم المصطفى. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا خلف المصطفى وأن يرزقنا يا رب الحج والعمرة لزيارة قبر النبي وصاحبيه أبي بكر وعمر والصلاة في الروضة الشريفة يا رب العالمين. يا رب يا رب يا كريم. دعوة كريمة جدا. إن شاء الله كل من يسمع إلينا الآن ينال هذا الخير وهذه البركة. بشكرك يا فندم شكرا جزيلا فضيلة الشيخ علي منصور إمام وخطيب بوزارة الأوقاف. شكرا لحضرتك. الله يفندم أني بشكرك ودوما يعني بمجرد ان اتي لهذا المكان احس ان انا والله يعني كل اللي جريه اطلعه. نحن الحقيقه هي بركه والله رسول الله وبركه ذكر رسول الله. هذه شهاده. انا يعني انا بروح القاهره والدلتا والاسكندريه لكن في هذا المكان باخذ راحتي في الكلام ويعني يعني لان والله لان لان ده بيت المصريين كلهم. هذه القناه هذا الحقيقه المكان والله هذا المكان عامل فعلا حقيقه. شكرا. شكرا. باهله ورجاله ومذيعيه وطقم اعداده. هذه شهاده نعتز بها جميعا. نحن فريق عمل هذه القناه الرائعه نعمل دائما ليل نهار من اجل ضيوفنا ومن اجل مشاهدينا الكرام اللي هم ابناء القرى المصريه العامره بكل ما فيها من خير، والخير الذي هو موصول الحياه في هذه القرى المصريه، وان شاء الله خير غير مقطوع ودائما متجدد في قرانا المصريه. مشاهدينا الكرام، الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، عام هجري وعام دراسي، وكلها كلها بدايات جديده. خير وبركه على مصر السنه دي ان شاء الله. يا رب يا كريم. ياتي عام هجري وعام دراسي خير ان شاء الله على اولادنا ان شاء الله باذن الله. ومصر عامره عامره ان شاء الله. ان شاء الله. هذه رساله استبشار من فضيله الشيخ علي منصور. الحقيقه باذن الله مصر في رباط الى يوم الدين ان شاء الله باذن الله. مهما فعلوا ومهما قالوا ومهما عملوا مصر آمنة وعامرة إلى يوم الدين. مشاهدينا الكرام انتظرونا وسنبدأ معكم هذا الحوار ولكن بعد الفاصل القصير.